وبنهاية صباحنا لليوم أيضا اليوم هيك حبينا نركز على المساحات التربوية كرمال نعطي اليوم طلابنا حقهم كونه نحن مثل ما قلنا هاي دي يعني ساعات اليوم على الفحص فاليوم بحاجة لدعم اليوم دورنا نكون جنبهم أكيد مادة اللغة العربية يمكن هي أو مو يمكن أكيد من المواد اللي هي مرسبة للطالب في حال انكسر فيها وما قدر يجيب العلامة نصف العلامة أو أكثر أكيد يعني اليوم الطلاب في بعضهم عندهم ضعف في مادة اللغة العربية اليوم مثل ما هي إلى أساسات تقدري حتى تقدري تأسسي صح تقدري تجيب العلامة صح أكيد اليوم في نموذج مفروض يمشي عليه الطالب كرمال أنه هيك يجيب علامات جدا مميزة أكيد لهيك يمكن دائما نحن بنقول أنه هي مادة تراكمية كل شيء يمكن الطالب أخده خلال السنوات الماضية هو رح يقدر هلأ يمتحن فيه فلازم يكون في أساسيات عند هيدا الطالب مادة اللغة العربية هي مادة صعبة بالنسبة لطلابنا اليوم رح نتعرف أكثر مشاهدينا على طريقة الدراسة الصحيحة شو هي النقاط اللي نحن لازم نركز عليها بهي المادة تفاصيل كتير مهمة رح يخبرنا عنها ضيفنا لليوم الأستاذ طارق الحموري مدرس مادة اللغة العربية صباح الخير أهلا وسهلا أستاذ أهلا وسهلا أهلا وسهلا أستاذ طارق يعطيكم ألف عافية لكل المجهود اللي بذلتوه خلال العام الدراسي اللي مضى يعني دائما نقول الحمد لله على سلامة الكادر التدريسي يعني جهد جدا عظيم جهد جبار ومضني أي والله يعني دائما نقول نتمنى يكون حقكم اكبر وان احنا نقدر نعوضكم على هذا التعب اللي انتم عم تبذلوه مع الطلاب، اليوم عم نحكي عن ماده اللغه العربيه وهي عشق مدرس اللغه العربيه، يمكن اليوم تستمتع بالحديث عن اللغه العربيه، نحن اليوم رايحين للشهاده الثالثه الثانوي الادبي واليوم كثير مهم انه الطالب يقطع بماده اللغه العربيه، خلينا نروح لنموذج النهائي للاسئله، كيف حيكون بماده اللغه العربيه؟ الله يعطيكم العافية طبعا بالنسبة إلى نموذج اللغة العربية يعني هو سيسير على الخطة التقليدية التي كانت عليها النماذج السابقة يعني أنسي الكريم نحن عنا دائما عنا خمسة أبيات من قصيدة معينة هي ثلاثة أبيات من داخل الكتاب وبيتان خارجيا طبعا بعد الأسئلة في عنا دائما عنا ثمانية اختيارات نعم هذه الاختيارات مؤتمتة يعني هي أمر طبيعي يعني نحن من يوم يومه في عنا اختيارات مؤتمتة بمادة اللغة العربية تمام بالمناهج الحديثة بعد الأتمتة في عندي سؤالان استنتاجيان وعندي بعض منها سؤال تقليدي هو سؤال الموازنة وبعد منه بيجي أيضا سؤال تقليدي بالنسبة لقسم الأدبي اللي هو سؤال الشرح قسم العلمي ما عنده سؤال الشرح السؤال ايضا المشترك بينهما فيما بعد بالبنية المستوى الفني هو سؤال طبعا الصورة البيانية وبعدها بيجي يمكن سؤال محسن بدعي او بديعي او ما شابه ذلك وبعدين بننتقل لاسئلة ايضا موجودة يعني بالشهادتين هي اسئلة الفراغات وبعد منها كمان بيجي في عندي اسئلة الاعرابات واسئلة القواعد والقراءة بالنسبة للأدبي دائما يتميز قسم الأدبي عن العلمي بسؤال المنهج النفسي أو الاجتماعي وهو سؤال المنهج النقدي وسؤال التقطيع العروضي للطلاب بيحبوه كثير يعني طبعا وفي النهاية يعني أسئلة التعبير هي أسئلة موحدة لكن يختلف دائما تعبير الأدبي عن تعبير العلمي أن تعبير الأدبي يأخذ أربعة شواهد وتعبير العلمي يأخذ ثلاثة شواهد فقط لا غير إذا ببساطة النمط الامتحاني ما حيتغير بالنسبة لطالبنا في الدراسة الأدبية أولا والدراسة العلمية ثانيا عما كان في الدورات السابقة تمام استاذ طارق يعني احنا دائما بنقول انه ماده اللغه العربيه هي ماده ابداعيه دائما يمكن بتجمع بين الحفظ وبين الفهم يوم لازم يكون الطالب عنده مخزون ثقافي معرفي لغوي قديم كرمال اليوم ينجح بهي الماده ويجيب علامات عاليه ولكن يمكن ضمن المده المحدده مده الامتحان اليوم قليله يمكن الطالب ما بيقدر اليوم ياخذ راحته ويفكر بطريقه صحيحه خلينا نوضح اليوم طريقه اليوم حل هي المادة وهي الأسئلة بحيث نحن ننجزها بالمدة المحددة سؤال مهم جدا أنسي دائما نحن الطالب بيعاني من مشكلة سواء كان حتى يمتلك مخزون إبداعي أو ثقافي أو تراكمي لغوي بيقول لك أستاذ أنا وصل لآخر شيء لورقة الامتحان بلاقي مثلا بسؤال التعبير تمام. ما بقي معي وقت الطالب قولا واحدا لازم يكون عنده دربة ونحن دائما يعني اعتمدنا هذا التدريب يعني على طريقة جمع الوقت مع الفكر في الإجابة يعني أنا كطالب
فانا دائما بعلم طلابي، وهذا التعليم انا بتامل انه الطالب هلا اللي عم يسمعني يعني حبذا لو اخذ ورقه وقلم وحط يعني لكل سؤال التوقيت المعين اللي نحن نشتغل عليه. حلو. نحن بماده الادبي عندنا 8 اجابات اللي هي عباره اجابات مؤتمته، يفترض انا كل اجابه اعطيها دقيقتين. جمعنا 8 اجابات طلعوا معنا 16 دقيقه انس. الطالب لازم دائما يعني يكون عنده هي الفكره يعني انه انا في عندي كل اجابه دقيقتين. الاسئله الاستنتاجيه كل سؤال تقريبا 4 دقائق، فعندي 8 دقائق. نجي سؤال الموازنه، سؤال الموازنه الطالب بيعطي الاتفاق 4 دقائق والاختلاف 4 دقائق. حبذا لو الطالب ينتبه لهذا الكلام يعني حاول دائما يعني يركز على الكلام اللي انا بحكيه بالنسبه للوقت هون. الطالب انسه بيكون مرتاح نفسيا لما هو عم يجاوب ويعرف انه مثل ما مشينا على الخطه الوقتيه اللي نحن ماشيين عليها، ما بيكون خايف او عنده هاجس لموضوع التعبير اني انا بس وصل عن موضوع التعبير رح يكون عندي مشكله. بعد ما فرغنا من سؤال الموازنه سؤال الشرح 4 دقائق، نجي لاسئله الصوره البيانيه. الصوره البيانيه عباره عن 5 دقائق. سؤال الفراغات كل فراغ دقيقتان. بعد ما خلصنا من اسئله الفراغات اللي هي عاده 10 طبعا يعني هي 5 فراغات يعني عندي 10 دقائق، فالطالب يعني منتبه لهالفكره يعني. بعد ما انتبه اسئله القواعد كل سؤال يعطيه 3 دقائق. اسئله القراءه حفظيه يعني هو الطالب اذا كان حافظ السؤال ما حيلاقي مشكله دغري حيجاوب. طيب لنفترض انسى ما لقى مشكله اكيد مو وقت الصفني هلا يعني لا نحن نعطيه 3 دقائق لسؤال ما طلع معي يلا بقلب عليه بعده. نيجي على سؤال المنهج النفسي او المنهج الاجتماعي، هو عباره عن سؤال 4 كلمات عليهم 12 العلامه من 20، فما بياخذوا معي وقت يعني انا اعطيته 5 دقائق. هذا السؤال كثير بس المهم انا مشيت ضمن الخطه، فلما بيمشي ضمن هالخطه مع الاعرابات كل اعراب 3 دقائق بيلاقي حاله بيوصل عن سؤال التعبير وهو المهم. سؤال التعبير الادبي بياخذ 45 دقيقه وسؤال التعبير اللي هو المقال التعبير الابداعي بياخذ 30 دقيقه. ضمن هالخطه اللي انا هلا اعطيتك اياها عزيزي الطالب، انت الطالب بيلاقي حاله بماده اللغه العربيه للقسم الادبي 3 ساعات مدتها، فبيلاقي حاله انجز كل الاسئله وبقي معه ربع ساعه، ممتازه ربع ساعه للمراجعه. وكذلك الامر بالنسبه للعلمي يا انسي الكريمه، فحبذا لو الطالب يعني اهتم بالكلام اللي انا هلا عم احكيه خلال تدبير ووضع وقت محدد مثل الوقت اللي انا اعطيته للاجابه حبذا. ان شاء الله. طيب استاذ اليوم حضرتكم يعني رحتوا بتدريب وتاهيل للطلاب بنماذج للاسئله كرمال تضبطوا مساله الوقت. اليوم في عندك طلاب بطيئه بالكتابه، يعني عندك طلاب عندك اخطاء املائيه، واهم شيء يعني انا بعرف حدا خلص الوقت وهو لسه يعني في بطء بالكتابه، عنده معلومات ولكن هو ما له سريع. يعني دربتوا اعطيتوا نماذج يعني دخلتوهم بهجو الامتحان؟ اكيد هذا الكلام يعني نحن خلال مدرستنا المنارات اشتغلنا كثير على هالنقطه هي. نحن اعطينا بالفصل الثاني تمام، انا بالمدرسه اعطيت 3 نماذج بشهر ونص. الطالب تقريبا كل اسبوع او اسبوعين عمل نموذج، وكان قبلها في عندي نموذجين بالفصل الاول. هذا طبعا هي النماذج هي نماذج ضمن الوقت اللي انا تفضلت فيه وحكيت هلا انستي الكريمه. كيف كان كان رائع جدا يعني اهم شيء الطالب لما بيكون عم يجاوب وهو بنص الورقه هو مرتاح نفسيا، هو عارفان انه انا الاستاذ اعطاني دقيقتين هالسؤال جاوب فانا ماشي ضمن الخط المستقيم. فانا لما بوصل للاجابه لدائما الطلاب وين ما كان مشكلتهم بيقول لك يا استاذ انا ما لحقت بموضوع التعبير. فالطالب لما بيكون ماشي ضمن هي الخطه فبيصل لموضوع التعبير مرتاح نفسيا، عارفان في معه وقت للكتابه. هذا طبعا نحن عم نحكي يا انستي الكريمه عن الطالب الطبعي، طالب المستوى الطبعي بهاي الامور. في عندنا طبعا حالات خاصه هي حالات بطء الكتابه لدى الطلاب. حالات بطء الكتابه لدى الطلاب خلينا نكون واقعيين، الاستاذ دائما بيحاول من اول السنه يقول للطالب يا اخي انت تدرب، خلي الاهل يساعدوك، يعني في دائما في مسؤوليه من الاهل، لانه هذا الطالب اكيد ما اكتشف حاله بطيء بالكتابه بالبكالوريا. صحيح. فلازم الاهل كانوا يعني متيقنين لهالموضوع من اول يعني يساعدونا. هي مشكلة أنسة نحن بنعاني منها وأنا أتأمل يعني إيه طبعا الطالب البطيء بالكتابة
لكن باذن الله اذا مش ضمن خطه وقتيه بلحق انستي الكريم ان شاء الله يا رب. طيب بالنسبه لهي اللغه العربيه لتحديدا طلاب الشهاده الثانويه للفرع الادبي، نعم. اليوم بيقولوا لك كثير من الطلاب انه نحن ممكن نلاقي صعوبه انه نحن نجيب العلامه التامه، هل هذا الشيء صحيح ام لا؟ احنا كيف بنقدر اليوم نحصل على العلامه التامه او شبه التامه، خصوصا انه يمكن هي الماده ادرك بشكل كثير كبير انه ترفع مجموعه؟ يعني من اهم الكلمه، يعني اهم كلمه تفضلتي فيها انستي هي علامه شبه التامه. تمام. خلينا دائما يكون دائما تركيزنا انه العلم يعني غايه لا وسيله. صحيح. يعني خليه تكون العلامه التامه يعني مو هي الغايه المثلى، خليه تكون انه دائما العلم انه يكون انا عم قدم ماده اللغه العربيه سواء في مجال الادبي او العلمي او حصر الادبي، خلينا نحكي بالادبي اكثر، انه يا اخي انا بدي يعني جيب علامه شبه تامه او مثاليه. العلامه المثاليه بالنسبه للغه العربيه يعني هي فوق ال 550. يعني طالب اللغه العربيه بالقسم الادبي لحد الان اذا عم يجيب 490 او 500 عم يدخل لغه عربيه مجال اختصاص، فالحمد لله هو معه مجال. يعني يعني العلامه التامه انستي الكريمه بتجي في طلاب عم يجيبوها، لكن خلينا نعتبرها يعني ليست الهدف الاسمى. يا ريت يقتنعوا اليوم الاهالي والطلاب بهذا الموضوع استاذ. هذا الكلام بقسم الادبي بيساعدونا فيه الاهالي، لانه القسم الادبي يعني الحمد لله في اريحيه، يعني لحد الان الطالب ممكن يحصل طبعا المجال اللي بده اياه تمام من دون ما يعني يكون عنده هاجس العلامه، اما للاسف هذا بمجال العلمي عم نلاقي صعوبات، يعني الطالب بيقول لك اخي انا بدي 400 يا استاذ. صحيح. بدي 400 يا ابني طول بالك، يعني 390 حلوه تجي، لا بدي 400 لانه عم تفرق على الطب وعم تفرق على الصيدلي، فنحن بنعاني اكثر مع العلمي بهذا المجال اكثر من الادبي. تمام. هلا هنن حقهم بالنهايه، اكيد حقهم استاذ، اليوم كمان هنن عندهم طموح، ولكن نحن بنرجع بنقول انه اليوم موضوع العربي هو حاله ابداعيه اكثر ما تكون شيء ثاني. يمكن اليوم المصحح يلفت نظره الحاله الابداعيه بكتابه هذا الموضوع، بالسرد. يعني اليوم في طلاب كثير اخذت العلامه التامه يعني بسوريا. طيب خلينا نروح لقبل ما تفحص ماده اللغه العربيه، اليوم هو ما حيقدر بهذه الساعات القليله انه يروح بمراجعه للمنهاج بشكل كامل، شو اهم الاساسيات المفروض يركز عليها قبل الامتحان؟ سؤال مهم جدا. انا عندي بماده اللغه العربيه انستي الكريمه اهم شيء لازم تكون القصيده اللي هي المستوى الفكري، يعني فهمها كامل في ذهني. يعني أنسى المستوى الفكري ما شاء الله عليه بحدود يعني أكثر من 100 علامة سواء بالعلمي وبالأدبي أكثر كمان. لازم الطالب يكون عنده إلمام كامل بفهم أبيات القصيدة. طيب يا أخي أنا بعد ما يا أستاذي الكريم أنا فهمت القصيدة، شو مطالب مني أنا أكثر شيء؟ مطالب أنت بعد هاي الإلمام يكون عندك حالة تفكيرية نقدية لأسئلة القواعد. يعني مثلا بالقواعد انا ما بطالب الطالب يكون حافظ انه مثلا اذا اجى السؤال القواعدي هيك لازم نجاوبه، لانه عم تتغير اسئله القواعد، فالطالب لازم دائما يركز على انه يكون عنده فكر انزياحي بالماده، يعني يقدر مثلا اذا اجى السؤال بطريقه اخرى يتعامل معه، يكون مدرب نفسه على اكثر من قالب للاجابه، مو يحفظ مثلا اجابه معينه مثلا انه اجى السؤال هيك انا لازم جاوب هيك، لانه عم تتغير الاسئله بالقواعد. وطبعا اللجنه اللي يعني الوضع الاسئله هي ما عم يعني ما عم تصعب السؤال، بس مشكله الطالب هو بيصعب عن حاله لما بيحفظ نمط واحد للاجابه. فانا بنصح عزيزي الطالب انه لا تتقيد بنمط اجابه معين بالنسبه لماده اللغه العربيه خصوصا في مجال القواعد. بعد ما بنجي لمستوى موضوع التعبير اللي هو دائما الهاجس الاكبر، لانه اكيد سواء بالنسبه انستي الكريمه للعلمي او الادبي يعني العلامه الاكبر عم تكون بموضوع التعبير. الطالب لازم يحفظ الشواهد. أهم شيء أنت احفظ الشواهد، لأنه أنا موضوع تعبير بلا شاهد يعني هو ببساطة طائر بلا جناح. فلذلك لازم يعني يحفظ الشواهد أهم شيء، وبعدين يكتب الكتابة اللي تعلمها، الكتابة التمهيدية التعبيرية، تمهيد للشاهد مع ذكر الفكرة مع ذكر الشاعر وما شابه ذلك، فكرة عامة ضمن فكرة عامة قولة خاصة ما في مشكلة. موضوع التعبير له طرق معينة كثيرة للكتابة يعني، لكن أهم شيء يكون شاهد موضوع التعبير محفوظ لدى الطالب. طيب يا أستاذ أنا هدول الأمور مو حاسن يعني بظرف ثلاثة أيام أنا أحفظ كل شيء، أكيد لازم تركز على الأهم، فالأهم أنه تحفظ يعني تكون فاهم للقصائد، تكون فاهم للشواهد،
مادة القراءة ما معك وقت أكيد هلا مو وقتك بيومين قبل امتحان بيومين تحفظ قراءة. لازم يكون في أساسات أصلاً. لازم يكون في أساس. واليوم هدول ساعات خلينا نقول هيك فلاش سريع. فلاش سريع أكيد يعني تمام. فلذلك لازم يركز على هاي الأسئلة المهمة بالنسبة للموضوع. أكيد يمكن اليوم بهي السنوات الأخيرة أكثر شيء صار بيخوف إذا فينا نقول الطلاب هي موضوع التعبير اليوم بيلاقوا كثير صعوبة فيه، عكس أيام زمان يمكن كانت أكثر شيء عندهم هي الإعرابات كثير كانوا يخافوا منها. كيف وقع الإعرابات اليوم؟ عم بيكون في أسئلة منهم، العلامات عليهم كيف؟ خلينا نوضح أكثر. الإعرابات يعني أمانة عم تكون مو صعبة يعني لا ما عم يكون في تعقيد، يعني نحن بالقصيدة ممكن يمر معنا كلمات يعني خلينا نقول مستواها عالي بالإعراب. للأمانة النموذج الامتحاني ما عم يعني ما عم يقترب من هذه الكلمات، يعني عم تكون الإعرابات عن الأفعال دائما في سؤال واضحة عن الأفعال، في سؤال يعني بيكون عن الجملة والجملة ما بتكون صعبة، ضمن الجمل اللي معتدنا عليها من 20 سنة ونحن طلاب لحد الآن ما اختلفت هي يعني إعراب هي الجمل ولا حتى قولبت أسئلتها، وكلمات بسيطة يعني والله ما عم يكون في تعقيد. هو مستوابت دائما. أستاذ كثير شكرا لحضورك اليوم، بنتمنى لك ولكل طلابنا هيك التوفيق بالمرحلة القادمة، وشكرا مرة ثانية لكل الجهود يلي اشتغلتوا عليها ضمن العام الدراسي الماضي. أهلا وسهلا أستاذ. أنا بشكر طبعا ضيافتكم الكريمة إلي للمرة الثانية، طبعا أنا سررت بلقائكم وأتمنى لطلابي التوفيق دائما ومع نجاح جديد وكل عام وأنتم بخير. أكيد شكرا كثير لك أستاذ طارق الحموري على كل المعلومات اللي قدمتها، وشكرا لك لكلامك اللي بحفز وبيطمئن أكيد طلابنا. أهلا وسهلا. الله يعطيكم العافية. أهلين أستاذ كريم.